كل ميسر لما خلق له ولا يفصل بينهما سوى هفوة. وما أن استقر الحكم لهم حتى تبدل كل شيء. وتقابل الخطأ بخطأ أعظم. وماذا بيدي أن أفعله؟ عليك الحذر يا مولاي، فهذه هي المرة الثانية التي تنسى فيها نفسك. الله عز وجل أردت بذلك؟ نعم، وأيم الله نعم. دعوه، سنحاسبه على الملأ.